فهي هذه المناسبة فهي مناسبة مجيدة إحياء للذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. اليوم فكما تعلمون نحيي الذكرى ديال 11 يناير اللي عندها واحد صبغة خاصة، لأن انتقلنا من منطق ديال الإصلاح إلى منطق ديال الاستقلال ديال البلاد، باش نحرروا المواطنات والمواطنين من الفقر، من الجهل، ومن الظروف اللي كانوا تعيشوها آنذاك. اليوم الحمد لله بلادنا عرفت واحد التطور مهم في هذا منذ الاستقلال إلى اليوم، وخطينا خطوات مهمة في مجال الديمقراطية، في مجال الحرية، في مجالات كذلك متعددة ديال النماء الاقتصادي والاجتماعي ديال بلادنا. واليوم اللي أساسي وهو دخلنا في واحد المرحلة أخرى بعد ما تم التجهيزات التحتية الكبرى، أننا نركزوا أساسا على المواطنة وعلى الإنسان. وباش نحقوا ذلك فوقع التركيز على أولا تقليص الفوارق الاجتماعية، وفي هذا الإطار كاين المشروع الملكي الكبير ديال تعميم الحماية الاجتماعية اللي عنده واحد الصبغة خاصة، اللي هو تنصف العديد من المواطنين، ثلثين ديال المواطنين ما كانش عندهم التغطية الصحية، وثلثين المواطنين والأسر خصوصا ما كانش عندهم التعويضات العائلية. واليوم بفضل ذلك فهاد الأمور غتعمم، وبالتالي حتى هذاك السيد اللي ما عندوش الإمكانيات المادية أو هذاك الشخص اللي ما تيخدمش غدا إذا كانت عنده الأسرة ديالو، فالدولة غتعاونه باش أنه يتعاون في الحياة ويتكلف بالوليدات ديالو. من جهة أخرى كذلك كاين المشروع الكبير ديال إصلاح ديال الصحة، هذه المنظومة الصحية فهي عندها واحد الأمر مهم، وهو غنمشيو في المنطق ديال الجهوية باش يكون كذلك تقليص الفوارق المجالية، ويكون الأطباء ويكون لا في العالم القروي ولا في المستوصفات ولا بالنسبة للمستشفيات إلى آخره، ويكون هذا التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وهنالك ما هو مرتبط كذلك بالاستثمار، بحكم أن الاستثمار فهو أساسي، وشفنا بأن العديد من المناطق فوقع التركيز على بعض الجهات ديال المملكه وبعض الاقاليم، وبالتالي فاليوم فهنالك نظره ترابيه للاستثمار باش نشجعوا وخلق فرص الشغل بالنسبه للاقاليم الضعيفه والنائيه، وخصوصا بالشريط الحدودي باش يكون واحد الدعم خاص باش ان شاء الله نعرفوا انطلاقه حقيقيه. وهنالك كذلك ما هو مرتبط بالتشغيل، ثم شفتوا ما تحقق في هذا المجال باش يمكننا نعاودوا نحيوا من جديد التشغيل في بلادنا ونحافظوا على الشغل اللي كاين، ولكن حنا بغينا ندوزوا لمحطه اخرى برفع مستوى الاستثمار العمومي، بتفعيل الصندوق المحمد السادس للاستثمار باش يكون شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال دعم المقاولة الوطنية، خصوصا دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة اللي خفضنا عليها الضريبة على الشركات، واللي ساعدنا كذلك من خلال المرسوم الجديد ديال الصفقات العمومية باش نعطيو الأفضلية للمقاولة الوطنية. نحتفي اليوم تحت الرئاسة الفعلية للأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة بذكرى 11 يناير لتقديم وثيقة الاستقلال. هذه الذكرى التي دأب حزب الاستقلال على تنظيمها دائما، وهي من أجل ربط الماضي بالحاضر، ومن أجل الالتزام بتعهداتنا وبالتزاماتنا، التزامات التي تضمنتها وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي تحرير الأرض وتحقيق الاستقلال، وكذلك بناء نظام الدولة وإقرار الديمقراطية الحقة. إذن الاحتفالات ديالنا دائما أولا بداية كانت بتوجيه وبتنسيق تام مع جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه من أجل تحقيق الاستقلال، وبتنسيق متكامل، وكذلك تمت معركة الاستمرار من أجل تحرير الأرض مع المغفور له محمد الحسن الثاني طيب الله في عبقرية المسيرة الخضراء، واليوم كذلك بخطى ثابتة وبتنسيق كامل مع الملك جلالة الملك نصره الله، التي نعتبرها دائما هي ثورة الشعب وثورة ملك، الاستمرار في هذه الالتزامات وفي هذه التعهدات من أجل تحقيق كرامة المواطن ومن أجل تحقيق الإنصاف للمواطن. هذه الالتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي والانتخابي لحزب الاستقلال، وجاءت في التزاماتنا كذلك في الحكومة، ونسعى جاهدين اليوم مع الأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك من أجل الحرص على تنفيذها